أعتقد هنالك جهات إرهابية وجهات ستحاول أن تمارس بعض النشاطات الإرهابية والإجرامية خلال المرحلة القادمة، وهذا في الواقع يعني مؤشر محتمل لبعض النشاطات، لكن هنالك أيضا إجراءات وقائية وعمليات مخطط لها في إحباط هذا النشاط الإرهابي. أجهزتنا الأمنية العراقية مسكت العناصر والخلايا المتورطة بهذا العمل الإجرامي اللي نفذت العمليات الأخيرة، وأيضا نشاطاتنا الأمنية ألقت القبض على خلايا تونسية ومغربية ومن بعض الجنسيات الأخرى كانت قد دخلت للعراق لتنفيذ عمليات إرهابية وإجرامية